بنتابع سوا اذا فقراتنا اليوم بعالم الصباح، ووعدناكم انه في عنا المزيد والمزيد من الاخبار عن السينما اللبنانيه. صباح الخير غيدة. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل المشاهدين. اليوم رح نحكي عن اول فيلم بينعمل منه جزء ثاني بعد ما انعمل بال 2012 للمخرج سامي كوجان. رجع هالمره بال 2016 بجزء ثاني مختلف شوي عن اول جزء، انما نوعا ما بتابع بالاحداث اللي بلشت مع مازن بوقتها. اليوم معي مخرج الفيلم سامي كوجان، ومعي ايضا ممثل اول مره بيظهر بصالات السينما، انما العالم بيعرفوه على المسرح بكمان ظهور له كوميديا مهضوم بكاش فلو تور. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. رح ابدا معك سامي ونحكي عن هالتجربه اللي عم بتصير لتاني مره معك. يعني انت وقت اللي كتبت سكريبت كان عمرك 24 سنه، وكنت اصغر مخرج تبع كاش فلو 1. تبع كاش فلو 1، وهيدي كانت يعني اذا فينا نقول كمان شغله جديده، لحتى يعني مخرج جديد بعده متخرج من الان دي يو يكتب فيلم جديد ومن بعده يقوم باخراجه هو نفسه. كيف كان التحدي لحتى تعمل اول فيلم وبعدين الفكره لطلع التالي؟ كان التحدي باول فيلم انه جربت اعمل شيء جديد يعني بالسينما اللبنانيه، جربت اكتب شيء شوي اجنبي كقصه وككاركترز وهيك، وشركه الانتاج حبت الفكره وقالت انه يمكن يبيع، وما كنا عارفين شيء يعني ما كان في افلام كوميرشال وقتها، فما كان فينا نعرف اذا هالشيء ببيع او ما ببيع، يعني فتنا بريسك كثير كبير، وبس عملناه نجحنا ونجح الفيلم الحمد لله، يعني كل العالم حبته تقريبا. صحيح. وبوقتها كثير تحمسنا نعمل كاش فلو 2، وكتبت وقتها سكريبت دغري بال 2012 وقتها كتبت سكريبت، بس اخر شيء لانه كنت مستعجل ما حبيته فخزقته وخلص راحت فكره كاش فلو 2 من راسي، ورجعت هلا عن جديد طلعت فكره حلوه فكتبتها ومشيت. ليش كنت مستعجل؟ كنت مستعجل وقتها قد ما كنت محمس، كنت محمس بدي اعمل كاش فلو 2 بس انه كنت عم بكتب غصب عني، عرفتي؟ وهيدا الشيء منيح اللي صار، يعني انه وقفت لحتى تحس حالك جاهز هلا بسنه هيدي. حسيت انه السكريبت منه مثل اول واحد، يعني عم ضلني على ذات الليفل، مش عم بعمل شيء جديد، هاي الفكره. ومثل ما ذكرت يعني انا بعدني بتذكر وقت حضرنا البريمير تبعيته بال 2012 كان فعلا ملفت، لانه فيلم اكشن، فيلم مختلف بطريقه كمان معالجته للمواضيع، لانه كانت بوقتها الافلام مختلفه كليا بصالات السينما. صح. وظهر كاش فلو بطريقه جديده مع ممثلين كمان قدروا يطبعوا ذاكره الناس كمان من بوقتها بطريقه جديده. جوزيف انضم لك بالجزء الثاني، انما قبل ما نحكي عن كاش فلو 2 خلينا نشوف تريلر تبع كاش فلو 1. انا كنت عم بسال حالي اذا شي نهار مثلا من بعد هون، يعني احنا انت هون هونيك من بعد الشغل، اذا فينا شي مره نروح مع بعض لشي مطرح. اذا قلت لك بتعرفني شي يا ابني؟ لا ما بعرفك. عم احلك ما قلت لي شو اسمك؟ اسمي مازن. دخلة شبوبية. قلت مهضومة. انسى مان. شو بقى انت بتعمل غلايتها كلها؟ انت قدها؟ وكل سهرة بتسهرها قد ما عاشك. شو حب؟ كيف بتعرف؟ كمان هون عم شوف تريلر تبع اول جزء، انما كان حلو بالدعوة تبعت الجزء الثاني او بالبريمير للجزء الثاني كان الدي في دي كمان موجود بالدعوه، او الدعوه كانت موجوده داخل الدي في دي لاول جزء. هلا هني مش مرتبطين ببعضهم، لما حضر اول جزء في يحضر الثاني في يحضر بسهوله. هو مرتبط انه عم نكفي حياه المين كاركتر اللي هو كارلوس عازار، هيدي بس الشيء المرتبط. وهون كمان كارلوس كانت اول تجربه سينمائيه له بوقتها بكاش فلو 1، وكان وقتها معه النجمه نادين نجام اللي من بعدها توجهت اكثر للدراما. صحيح. وكمان كان في مجموعة كبيرة من الممثلين بوقتها. مزبوط. يعني جربت بكاش فلو 1 مش جيبهم لأنهم مشهورين، بس حبيت أعمل هيدا الشيء الغريب يلي جيب كل شخص مشهور من محل. عرفتي كيف؟ يعني في ناس بيعملوا سكتشات، في ناس بيعملوا مسرح، في ناس بيعملوا مسلسلات، جربت جمعهم كلهم وأعمل هالميكس بيناتهم، هالكيمستري بيناتهم، وكانت تشالنج قوية لأنه كل واحد بيمثل شيء. فجربت قد ما في انه كلهم طلعهم، يعني كل واحد عقد كاركتر. وهذا الشيء فعلا كان كثير حلو. هون رح نوصل لجزء كمان جوزيف اللي لعبه باول دور سينمائي كمان له. انت كان عندك قبل شغل مسرحي صح من بعد تخرجك من الجامعه اللبنانيه؟ ايه تخرجت بال 2010 11، بال 2013 اول مسرحيه لي كانت اسمها تانجو بالاس،
اخراجي وتمثيلي انا وشاب معي اسمه ابراهيم منتوفي. بعدها بسنه شاركت مع لينا خوري مسرحيه اشاعات بالال اي يو، وهالسنه كمان كان عندي مسرحيه مع كارلوس شاهين اسمها بستان الكرز بمسرح المدينه، وهيدي اول تجربه لي بالسنه. وكيف لقيت يعني التعاون مع سامي؟ لانه صارت القصه بطريقه في صدفه نوعا ما، لعب الدور. كان كثير لذيذ الشغل مع سامي، يعني كثير كنا مرتاحين، ارتحت انا وياه خاصه من اول ما حكينا عن الدور. حسيته كثير مهضوم وحلو بينشغل عليه، لان بتعرف اذا واحد انه ما حب الدور او حسه انه مش ما في شيء، خصوصا انه اول تجربه سينما. صح. يعني يا بتقطع مع السينما بالمره تقول لا مش انا، يا بترجع على المسرح. انا قبل كان عندي كذا حدا حكينا عن اشياء بروجيات انه هيك اتجنب او هيك، لانه ما كنت كثير حابب، بقى كنت رايح وخايف انه لانه ما حب او شيء، بس لا، بس حكينا على الكاركتير كثير حبيته، حسيت انه بيحمل كثير اللعب كوميدي، واتفقنا نفس الشيء على الجانر اللعب، هو مثل ما انه شايف وانا كيف شفته، هذا الشيء كثير ساعد، لانه النص المكتوب اللي اخذته يعني السيناريو سكريبت اشتغلنا زياده عليه منيح، حتى على التصوير يعني اجي انا محضر اساله اللي هون لا هون هيك، يعني ضلينا دائما عم نشتغل كل الوقت، حتى قبل التصوير بخمس دقائق بنزيد اشياء بننقص، هذا الشيء كثير بيساعد يعني، وخاصه كمان انه مع جابي مشاهد جابي اللي هي لمين استاذه، كنا كثير مرتاحين بالشغل. وهون كمان كان ملفت فعلا مشاركة جابرييل يمين هالسنة بالجزء الثاني، لأنه هو طبع كثير طبعنا يعني بقصة مشاركته بالفيلم، وأيضا الملفت إنه جوزيف بأول دور سينمائي له ترك بصمة، وهذا شيء كثير ملفت لما واحد بيظهر من السينما بيقول في ممثل جديد هيك حبيناه، بيرجع بينبسط وبينطره بأدوار تانية، خاصة إنه دور جوزيف كثير صعب، يعني من أصعب الأدوار بالفيلم، لأنه جاي على مطرح يا بيطلع بايخ كثير يا بيطلع حلو كثير، عرفت كيف؟ كثير كان صعب دوره، بس زبطت معه كثير والعالم كثير حبته، يعني اكثر شخص حبه هو جوزيف. ايه فعلا ترك بصمه يعني بالفيلم. انت كنت ناوي تلعب الدور بالاول ما هيك؟ مش 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 هيك يعني، بس انه ما كنت عم لاقي حدا فيه يلعب هالدور، لانه كثير خطير. قلت انا ايه، بس كان كثير مختلف الدور، يعني خاطر بحاله خاطر. يعني وقتها تعرفت على جوزيف من وراء جابرييل يمين، وخبرني جابرييل يمين عنه وكيف بيمثل وهيدا، كثير قلبت الدور يلبق له اكثر، لانه حسب ما خبرني جابرييل انه كثير قوي جوزيف، فجربت صعب له اياها قد ما فيي وطلع قدها. وهون فعلا يعني التحدي حطيته بمحله وقدرت تنجح. صح. فيه كمان مية. سامي انت عندك كمان هيك حب انه تكون موجود بافلامك، يعني باول جزء وبالثاني فيها الكاميوز الصغار اللي هن كمان بنعرفهم عند كثير مخرجين كبار بيحبوا اوقات يعملوا ادوار صغيره، كيف بتحس انه ادخال عنصر المخرج هيك بالكواليس او بوجوده بالست قديش كمان بيعطي هيك بيلفت نظر الناس؟ هلا انا طلعت بكاش فلو 1 وكاش فلو 2 بمشاهد ما عندي حكي فيها، يعني ورا بالباك جراوند كومبارس يعني، وبحب هالشغله لانه بتفرجي تواضع، انه مش ضروري المخرج ياخذ بطوله، مش ضروري انه انا المشهور وانا هيدا، انه طالع كومبارس يعني، انه هيدا بتعطي تواضع كمان خاصة انه انت كاتب الفيلم ومخرج الفيلم. صح. يعني احسن واحد يحمل 100 بطيخة. خلينا نشوف تريلر تبع كاش فلو 2 كمان. اللي في مصيبة ولا لا؟ في مصيبة. أنا بصراحة بدي غسل. تولد جوا. روح أنت هلا جيب لي الأوراق، دبنهم للأوراق. بس انا ما بعرف اقرا، بس شو بدي اعمل لك فحص فيهم؟ اوراق اوراق محطوطين بمغلف ازرق. هيدا واحد نصاب، صرت قايل لك مليون مره، شيل مصرياتك من عنده وفل. ما فيه يعمل شيء، انا عم اقول لك. ماريا، اسمي ماريا. ماريا، مازن. انا ما بغلط، في بنت. توني البوس، جاي لعندك يخزل عين اليوم. شو عم تعمل؟ انت شو عم تعمل بشركتي؟ كيف بتخليه ياكل لك راسه؟ كيف بتخليه يقرط لك الشركه؟ شباب صديق وشفيق. صديق وشفيق ما غيره؟ بتلاقي لي شي واحد مش سامع فينا؟ بدك ايانا نسرق اوراق الك من شركتك الك؟ ما الشركه هي كل مصرياتي، يعني انا بلا الشركه ما بسوى شيء، ها؟ ولا مليم. ما في شي حيلا غلطه بالاوراق فينا نستعملها؟ بتعرفي غريبة كتير الطريقة اللي تعرفنا فيها على بعض؟ في كان فاتورة بعدها من أيامك بالشركة. رح ردها للشركة. أنا بشتغل مع الرئيس طوني، إيده اليمين. Good for you. لا بالعكس، أنا مبسوط كتير. صار عمرك مية وشوية يعني.
أنا عمر 60 ونكسة. شكلهم كانوا يعملوا لك عيد ميلادك سنة أسنتين لا. فإذن هون عم نشوف عودة ممثلين كتير، يعني منهم كارلوس عزار ومنهم أيضا أنطوان بلابين، إنما المشاركات الجديدة كانت يعني، وكمان في سيدريك لوقتها كمان سيدريك وشفيق مع هشام حداد لوقتها كمان. أنا وقتها التقيت بهشام لأنه فعلا لمع وقتها كمان بأول جزء. قديش قدرت تستغل هالعناصر اللي كانت موجودة بأول جزء قبل ما كمان تدخل عناصر جديدة بهالفيلم؟ انا بشتغل اكثر شيء، يعني اول شيء بفكر فيه هو الكاركترز وشو صار فيهم بكاش فلو 1. يعني بكاش فلو 1 سيدريك وشفيق فاتوا على الحبس مع فضل وفيدال يلي هن توني ابو جوده وجوال داغر، بس انه سيدريك وشفيق فيهم يظهروا بعد 3 سنين، يعني كان الشيء اللي فاتوا فيه كان فيهم يظهروا وكانت منطقيه انه يظهروا من الحبس. وحبيت الفكره انه بالبارت 1 كانوا ضده لكارلوس، هلا صاروا معه. أيه. عرفت كيف؟ يعني هو صار عايزهم تيساعدوا لانه هن زعران اذا بدك. و يعني كثير كثير بحب هدول الاخبار، يعني خاصه بالافلام الاجنبيه، بس شوف مثلا بارت 2 مثلا الباد جاي ببارت 1 صار جود جاي، هيدي شغله كثير بحبها ففوتها بهذا الفيلم. ومنيح هيدي، يعني واحد فعلا بحس انه الشرير ما بدل شرير كل حياته، ممكن واحد يقدر يغيره ويقولبه اذا فينا نقول. رح هالتجربه تبعت كاش فلو 2 رح تفتح كمان معك قناه جديده مع سامي، ما هيك؟ ايه صح، في مشاركه جديده معكم هلا بيناتكم؟ ايه في الفيلم الجديد دليفري قطعت دعايته كمان بالموفي الاخر. ايه رح يكون في لي دور فيه مع سامي. نحن مضينا على 36 فيلم سوا. منيح ولا ايه؟ بلان قوي، طولوا بالكم بدنا نلحق نحضر عملكم علينا. منيح، برافو. يعني هلا اذا اتفقتوا خلص ومركب راسكم على بعض، يا ممكن فاذا يكون في تعاون لافلام كثيره. هلا ذا دليفري ان شاء الله رح نشوفه قريبا. يعني البلان نزلوا هالسنه، نحن بعد ما بلشنا التصوير، بدنا نبلش بابريل والبلان نزلوا هالسنه كمان. وكثير محمد صوره، يعني كان معي كمان فؤاد يمين وإلي متري ابطال، واكيد رح فوت كمان سربريز، يعني مسلين سربرايز وهيك، ولنشوف ان شاء الله خير. وفؤاد كمان لعب دور كثير كثير حلو، اصلا فؤاد كمان عم يلمع فعلا بادوار. ايه فؤاد كثير هيدا، خاصه بفيلم كبير كمان. ايه عمل دور كثير صحيح منيح. وإلي متري يعني كان عنده مشاركه كثير صغيره هلا. إلي متري وفؤاد طلعوا بالفيلم. ايه طلعوا بكاش فلو 2. ايه كمان كومبارس مثلي يعني. مرت الجاي رح تستغله اكثر لفؤاد. وإلي اكيد رح يكون عندهم ادوار اكبر. بس هي الفكره انه يعني المخرج ما ضروري يكون عنده كمان هو طاقه يمثل، يعني اكيد لا مش ضروري ابدا. اكيد لا اكيد بيبقى حاطط كل تركيزه وكل جهده بال اكيد بالاخراج وبالكتابه مثل ما هو عم بيعمل، يعني ضروري. جوزيف انا بدي استغل وجودك معي هون كشاب، يعني بلش بالاول بالتمثيل المسرحي اللي هو اهم شيء واحد اكيد يعمله قاعده لإله لحتى من بعدها يقدر يدخل على الفنون الثانيه، انما انت كشاب صغير ابتدى بالتمثيل ومن بعدها هلا يخلص مسرح نقل على السينما، شو ممكن تعطي مثلا انت نصائح للاشخاص اللي هلا عم بيجربوا يفوتوا ويخوضوا بمجال التمثيل بصناعه السينما اللي عم تزدهر بأفلام كتير منيحة وأفلام أقل جودة أوقات وأقل بكتير من الجودة المطلوبة؟ هلا أنا سألني شوي الحظ إنه من خلال أستاذي جابي يمين، لأنه رجع كنت معه بالجامعة واشتغلت معه بالصف، ولكن يحب تمثيلي إنه كنت منيح عنده بالصف، هذا الشيء فتح لي فرصة، يمكن في ناس ما ينفتح لهم فرصة، بس إنه أنا كونه من قبل يعني بالمسرحيات اللي شاركت فيها كنت إنه اشتغل إنه من قلبي وحب الشغل، واهم شيء مثل ما قلت لكم حبه، يعني اذا واحد عم يشتغل شيء ما عم بيحب يعني ما حيعطي نتيجه، يعني في كثير ناس مثلا هلا عم بيشتغلوا اشياء حتى هني مش عارفين حالهم اذا بنحبوا هذا الشيء ولا، بس انه لا لازم نشتغل لازم نبين، انه انا بحس الطريقه مش مزبوط. هلا يمكن هي مش برايي يعني لا مزبوط، لانه عن جد اذا الواحد ما بيحب شغله ولا ممكن ينجح فيها ولا ممكن يعطي شيء مختلف عن غيره. هلا يمكن حتى سامي لو جايب حدا غيري انه كان حابب بس مش قدي ومتحمس يمكن ما كان عطى هذا الدور، انه مثلا انه انا حبيت الدور وبحب هيدي الشغله، يعني بحب اشتغل من قلبي، اذا ما بدي اشتغل من قلبي ما بفوت فيها لانه بوقف، يعني صحيح. ممكن بلحظه اكون عم بشتغل اجي نهار على التصوير انه ما اجي لادي ولا هذا اكيد ما حيطلع شغل مزبوط، اذا ما اشتغلنا من قلبنا وحبينا نقدم شيء حلو للجمهور دائما نعطي هذه الصوره الحلوه تنبسط تتسلى هون الواحد انه بيلمع بتتحضر لها نفسيا مثلا انه ممثل بنص الدور يقول لك انا ما بقى قادر كفي مثلا او ما عم بحس اني عم بعطي يا وجه هلا الحمد لله ما صارت لهلا، بس انه كيف تتحضروا لها نفسيا اذا صارت؟ لك انا اهم شيء عندي بالست انه كلنا نتسلى
يعني كتير بخلي جو السات، يعني انا ابدا ما بعيط على السات وبضلني عم بمزح مع الممثلين يعني كل الوقت، وبحب الكل يتسلى يعني الكل مثلا بس يخلص التصوير انه ليه خلص التصوير مش انه الحمد لله خلصنا، فهيدي الشغله كتير بتساعد خاصه انه الافلام اللي عم بعملها كوميدي يعني بضل جو السات ببين دغري على صحيح. وهذا الشيء بينعكس فعلا بشوفوه الناس لما بيروحوا بيحضروا الفيلم. مواقف الطريفه كانت كثير موجوده بكاش فلو 2، انما قديش رح ترجع كمان تركز اكثر على التركيز على كتابه السيناريو بالافلام اللي جايه كمان؟ هلا بكاش فلو 2 ما كثير عقدت القصه بالسيناريو انه عملته لايت اكثر من اول واحد، يعني صح. يكون بضحك اكثر، كل العائله فيها تحضره، يعني مش يكون فيه قصص معقده، بس كمان زدت قصص يلي هن تويست، يعني هي فجاه مثلا تتفاجئي انه هيدا الشخص ما رح نخبره ما رح نخبره لانه في كذا مفاجاه كثير حلوه. شفت الرياكشن تبع العالم انا بالافون بريمير انه كثير انبسطوا بهدول المفاجات. يعني نحن ناطرينك ان شاء الله بدي دليفري مع جوزيف ومع اليمتري ومع ايضا فؤاد يمين، ان شاء الله يا رب يكون عندنا لقاءات ثانيه، وايضا ان شاء الله بيكون معنا جابرييل يمين لحتى نحكي أكثر عن دوره بهالفيلم وكارلوس كمان. يلا يعطيكم الف عافيه واكيد كل التوفيق ان شاء الله لكاش فلو 2 ياخذ حظه كمان بصالات السينما مثل ما اخذ اول جزء. ثانك يو. شكرا بابا. شكرا للمشاهدين. يعطيكم الف عافيه. جود لك. اكيد رح نتوقف مشاهدينا كمان مره للحظات قليله، فخليكم معنا.